السلام عليكم يا شباب ريال باس جديد نزلت اللعبة آه، هذا انا داخل سيرفر تجريبي آه خلنا نستعرض سوا نشوف ايش اللي الجديد بالريال باس الجديد برضو السيارات اللي اضافتها الببجي ستيم وشلون يعني تقدر تحصلهم آه، هذا هو اللي راح نتطرق له بهذا الفيديو فخلنا آه بالاول نبدا بالريال باس وبعدين على السيارات يعني شلون الطريقة اللي ممكن تسل. او تغير الوانة و بداية نبدأ مع الطاوة. يعني امشي بشكل ست. على اهم الشكل. انا نفسي عجبتني. لأن هذول عشان هذول اتوقع عشان السيارة تستخدمهم. في لهم ميزة. برضه هذول صندوق الصياد هذا جدا مهم عشان تفتح السيارة. وبره هذول المفاتيح. عندنا لبسه بشكل سريع شباب هذول برضو تحتاجهم اتوقع ترى نهاية الشنطه سريع بعض الكوبون شايفين هذا اشياء مش مهم كثير في عندنا المني حلوة راح المني جدا حلوة على الالوان هذول عليها رن اركض انا بنفس الوقت بعض المفاتيح وبعض الكوبونات لكن في برضو شغل او الامبور راح هاي اللمفور باب رهيب. رهيبة قلت لك رهيبة أخضر جدا رهيبة هو شوي ابيض مع اسود يعني في دهري شلون يعني ما بعرف لانك دول يعني لليفل ستين صراحة انا اشوف يعني يستاهل واحد يشحن عشان ياخذ لهم جدا مهم وجدًا جدا حلوه بالالعاب اكيد راح تاخذ منك بعض الجوائز طاوة ما طاوة هي يعني تستاهل عشرة دولار عشان الباص هذا كان الريال باص خلينا نشوف غيرهم المتجر مشكلة بالنسخة سيرفر أه. أه. التجريبي ما ينزلون كل شيء عليه بس يعني بعض الاشياء الوحيد اللي موجود بالمجر حاليا يعني الجديد نزلوه مع التحديث ما ماكم شايف هم ايش يعني خربوا شكل المطور بهذا هذا الشيء الوحيد اللي اقدر اشوفه لكن كانت الورشه الورك شوب ماكم شايفين في سيارات اي نوع من السيارة شلون كان شغله شويه معقده وانا نزلت فيديو قبل قدرت حصل نقاط وما نقاط لكن اللي يهمنا نحن هو السيارة شلون تحصلها يا شباب هو لازم يكون عندك من تدور الصناديق عشان تحصل صناديق وتحصل اشياء راح بهاي الخانة يلزمك من هذول العملات شباب شايفينهم شا شا هذول العملات يلزمك انت تقدر تفتح السيارة في عندنا سيارتين واحدة بيضاء السيارة الثانية لونها وعندك اشياء غير هذول مثلا فرامل اتوقع تعطيهم لون حلو نفس الوقت جامب أه تعطيهم يعني شكل غير اساسي طبعا الفرامل عندك عدة انواع في عندك برضو يعني الوان للسيارة نفسها يا شباب فيك تشتريها اللون جدا رهيب الواحد يختار ايش بدي شلون بدي احصلهم يا شباب والله آه انصح إن الاشخاص اللي عن جد نفسهم بالسياره وانا من الاشخاص اللي راح اسوي هالشيء مثل هذول الصناديق نفس نوعيه الصناديق بس لون اسود آه تشتريهم عملات الجي كوين انا لعندي عندي مش مش ظاهرات لاني مش محول على غير سيرفر لان غير سيرفر راح اقدر اشتري لكن في عندك باكجات عشرة من هذول عشر دولار وفي عندك وحدة خمسة وعشرين دولار خمسة وعشرين انت انت نفسك بالسيارة اشتري منهم أتمنى ما أكون غلطان شباب أتمنى ما أكون غلطان حتى أنه هذول السكنات القديمة مازالوا موجودات أتمنى ما أكون غلطان هذول الصناديق هم اللي يفتحوا كل هذا كان كل شيء جديد باللعبة يا شباب بالنسبة للرقص والحديث السيارة اللي الناس هبلتنا فيه أه ما بعرف كم راح يكلف هالشي عشان تطلع هالسيارة وتاخذها لكن بتوقع انا مثل كل مرة مثل اي سكن مطور او يكلف أه كتير حتى انا اشوفهم بالسيرفر التجريبي كانت السكنات المطورة مش موجودة هل هالشي يعني معناته انهم شالوها ولا بس موجودة بالنسخة العالمية على كل حال ان شاء الله خير هذا اللي كان محتوى الفيديو يا شباب اتمنى انكم استفدتوا اعطونا رايكم بالتعليقات شلون ترى راح راح نصرف كثير فلوس عشان نجيب هالسكن لو شلون الببجي راح ترحمنا هالمره بهالتحديث هذا ترخص... ترخص الوضع علينا شوي لأنه ندفع فلوس في هذا كان هذا كان كل شيء سلام عليكم